وأنا أقول للأخت أم يوسف هذا الذي تجدينه من ابنتك. أنا يعني لو سألتك يمكن ما أدري هل هذا واقع أو لا، هل لها تواصل عبر شبكات التواصل والاطلاع؟ كثير من الأشياء التي تأتي للبيوت من خلال شبكات التواصل تشعرك بأن هناك من يقتنص هؤلاء، يصطادهم في غرف نومهم، في خلواتهم، في فترات انفرادهم، بل حتى في حال وجودهم اليوم مع الناس تجد أنك تجلس في المجلس وكل يعني يشتغل بجهازه ومنعزل عن من حوله. هذا الجو الذي انتشر وشاع في كثير من البيوت وبين كثير من الشباب والشابات، بل حتى الكبار والصغار من الذكور والإناث، له تأثير بالتأكيد. وأنا أقول من المهم أن نعرف من يتحدث معه أولادنا ذكورا وإناثا، أن نعرف لا على وجه الرقابة، ما لا يلزم أن تقول جيب الجهاز وأشوف، إنما نتلمس هذه الأفكار وكون هي تبين. أنا عندي أنه هذا عامل إيجابي أن تتحدث عن شيء مما شاهدت، لأن لا يتفاجأ الإنسان يعني بطوام مستقبلا لا يستطيع أن يعالجها، يكون الإنسان قد قطع شوطا بعيدا في البعد عن الصراط المستقيم، في البعد عن القيم الماثلة الحسنة، في البعد عن الخير، فيصعب رده. وبالتالي أنا أقول وسع صدرك يا أختي، وأنا هذه الوصية لأم يوسف ولكل من عنده ابن أو بنت على هذا النحو. نحتاج إلى سعة الصدر معهم، نحتاج إلى الترفق بهم، لا نقول حاولنا ومللنا، لا، ما هذا مالك إلا هالمسلك، هذا ليس لك خيار آخر إلا أن تتلطف لهم، أن تقترب منهم، أن تقطع كل العوامل التي تسقي هذه النبتة الرديئة، فإن النبتة الرديئة إذا قطعت عنها السواقي ماتت واستبدلت بنبتة طيبة تنمو مع الوقت. وبالتالي أقول هذه الأفكار تشبه الحشيش الذي ينبت حول الشجرة الطيبة التي تؤثر، تأخذ من غذائها، قد تنقص بثمرتها وبجودة إنتاجها. والمزارع ونحن كلنا نزرع في أولادنا خيرا ذكورا وإناثا، ينبغي أن يكون مراقبا لزرعه، حريصا على تنميته. وسع الصدر وتفتشي في قراءة في صلاتها عبر وسائل الاتصال، ابحثي عن من تتصل به، ما هي المواقع. أحيانا يلتقطون فكرة ما تنضج، ما تكون ناضجة، لكن المحاكاة، فتكون سمعت كلمة من فلانة أو فلانة من المنحرفات اللواتي يزين الشر والفساد عبر هذه الوسائل، وتلتقطها وتجي تتكلم بها في مجلس. يقول مثل هذا نحن نحتاج أن نعرف مع من تتواصل، ما مدى التواصل وما عمقه. أيضا قد يكون التأثير من صحبة محيطة، هنا تحتاجين أن تعرفي من هي صاحبات ابنتك الذين أثروا عليه هذا التأثير السلبي، إضافة إلى هذا من جانب الوقاية، إضافة إلى يعني تفهيمهم المعاني الشرعية في هذه في هذه الأحكام، وأن هذه الأحكام يعني قد يعني أحيانا المناقشة في الحكم ما تأتي بنتيجة، تمام؟ فنحن نحتاج إلى معنى آخر، وهو تركيز معاني الإيمان، محبة الله تعالى، تركيز تعظيم الله جل وعلا في النفوس. هذه المعاني تحاصر مثل هذه، تسد مثل هذه الأفكار، وتحاصر مثل هذه النبتات من أن تمتد أو تنتشر. هذا توجيه عام، أسأل الله أن يشرح صدرها. والدعاء أيضا باب عظيم من الأبواب التي يتقي بها الإنسان الشر في نفسه وفي ذريته، واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام. الله المستعان. أسأل الله جل أن يرد ابنتك وسائر أولادنا فرادة الأكباد إلى جدة الصواب، كما قال الشيخ الكريم، الحرية في، طبعا أنا أريد بعض العبارات والله لأجل الفائدة، انتبهي يا أختي أم يوسف وأيضا من ينتبه لنا، الحرية في طاعة الله جل وعلا، لأن من يطلب الحرية في غيرها سيكون عبدا مملوكا لهواه أو لشيطانه، سواء كان شياطين الإنس أو الجن.